تكلم شيك وش موضوع العادة السرية؟ موضوع العادة السرية ايه العادة السرية؟ اول شيء اسمها خطأ، ميب سرية، ما في شيء سري على الله سبحانه وتعالى. محمد لازم نتعامل مع الله على المكشوف، ما في شيء نغبي عليه سبحانه وتعالى. يا أخي الله يقول في القرآن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. يا أخي الملائكة الآن تسجل عليك، فرجك هذا يشهد عليك يوم القيامة، يدك هذه تشهد عليك يوم القيامة. يا أخي الله الآن أعطاك صحة وأعطاك عافية وأعطاك قوة، ثم تبارز الله في المعاصي وتسكر الباب وتسكر الدريشة وتطفي اللمبة ومعك الجوال، ثم تخيلات وتسوي العادة ونقول سرية، سكرت كل شيء. لكن باقي باب واحد ترك نسيته، باب واحد لا يغلق وهو باب السماء. ألم يعلم بأن الله يرى. يا أخي كيف تجعل الله أهون الناظرين إليك؟ والله ما تجرأ تسويها قدام أخوك الصغير أو الباب مفتوح. تقول ليش؟ تقول يا أخي استحي من الناس. زين رب الناس يا أخي، ما تخاف أن الله سبحانه وتعالى يأخذ روحك وأنت على هذه الشغلة وتموت وتقابل الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء؟ ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. تكفي محمد انتبه. والله العظيم أنا جلست مع دكتور متخصص في المسالك البولية وسألت عن أخطار العادة السيئة الصحية، طبعا هي محرمة بالكتاب والسنة، ما تجوز أبدا الاستمناء باليد وأن تخرج المني بشهوة وبنظر تخيلات، ما يجوز. فالدكتور قال لي، ذكر لي أخطار كثيرة، ذكر منها الدكتور يقول أنها تسبب ضعف النظر وكثرة النسيان، وأن كثرة فعلتها تؤدي بالدماغ إلى الليونة وتكثر من العطاس، قلة الاستيعاب وقلة الفهم وعدم التركيز، والمدمن عليها تظهر عليه بلاها واضحة بحيث أنه يكثر من قولها ها هذه ترى قالوها حقين النفس. وأيضا كثرة السرحان، الشلل والارتباك والخجل الاجتماعي، ضعف النطق، انتفاخات متكررة في البطن وأصوات مزعجة داخل البطن تسبب عندك مشاكل في الهضم، تسبب مشاكل كثيرة وتعصب بسرعة، تسبب عندك انفعال وتخليك بسرعة تعصب على أتفه الأسباب. فأنا أقول انتبه. ويقول الدكتور أن من فعلها مرة واحدة كأنه يجامع زوجته 12 مرة، فانتبه. الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. مرة كلمني واحد من الشباب وقال ودي قابلك، والله محمد اسمعني. فالشاهد قابلني هذا الشاب ومعه تقارير طبية من مستشفى سليمان الحبيب، تآمرني قال تكفى يا صلاح، تكفى طالبك طلبك تآمر، قال أبغاك تساعدني في مبلغ 21,000 ريال. شو السالفة؟ أعطاني التقارير، فقلت قول لي وش المشكلة؟ قال يا أخي أنا الآن متزوج لي 6 شهور. قلت حلو. قال متزوج بنت خالتي وأنا موظف وتعبت على المهر والوظيفة، ويوم تزوجت بنت خالتي والآن متزوج لي 6 شهور، والله يا صلاح إن بنت خالتي إلى الآن بكر ما قدرت أجامعها والآن في البيت. تخيل بكر. سألت سؤال قلت له يكون بسبب؟ قال بس أتكمل، والله العظيم ما ذبحتني، هذا كلام والله يا جماعة، والله ما ذبحتني إلا العادة السرية. كنت أفعلها أكثر من 4 سنوات ومن أسبوع لأسبوع وكان عندي قوة، والآن ندمان وتكلف العملية 21,000 ويمكن ما تنجح بعد. تكفى صراحة دبر لي. شوف الآن يا جماعة كيف، أولها وناسة وضيع الوقت وشهوة، الآن ندمان زوجته بكر إلى أن ما جمعها، لأن أصبح عنده ضعف في الانتصاب شديد. فأنا أقول محمد ترى وراك زواج بعدين، تتزوج تكون أسرة، لا تدمر نفسك العادة السرية هذه. زين تبع علاج؟ العلاج محمد أول شيء التوبة، الندم يا أخي خلاص، يعني ترى من أسبابها تخلي الواحد دائما يتحسر دائما يندم. أولها
وناسة وشهوة، لكن بعدها حشرة وندامة. الشيء الثاني محمد، الإقلاع عن الذنب، خلاص اتركها مرة. وترى أكثر ما يخليك تفعل عادة سرية الجوال، النظر المقاطع اليوتيوب، تخلو بنفسك كثير، التخيلات، طالع الشباب المردان. أنا أقول انتبه منها. الشيء الثاني إذا فعلتها اغتسل وتوض وصر ركعتين، كل ما سويتها اغتسل وتوض وصر ركعتين واطلب الله، قلت تكفى يا رب، تكفى يا رب، طالبك طلب تفكني منها. ثم لا تنام على بطنك، لا تنام والباب مسكر، خل الباب شوي مفتوح. لا تطول كثير في دورة المياه وانت تروش، حاول تخلص بسرعة. وابتعد، أنا أهم شيء يقولك محمد، ابتعد عن المقاطع، الصور، الأغاني، التخيلات. وأهم شيء الصاحب ساحب، ودائما إلا يعني اشغل نفسك، اطلع روح، تعال يا أخي خاوي الصحبة الصالحة، تعال يا أخي خاوهم، امش مع المطاوعة، وبإذن الله إن شاء الله راح تزين أمورك. فالله يا محمد تكفى طالبك طلبة يا محمد، إنك خلاص لا عاد تفعلها واتركها لله سبحانه وتعالى. والله من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. تذكر صحتك وأهم شيء دينك، وصحتك يا الله سبحانه لا تضيعها. رضيت بأسقام الهوى ولزيف أحلام أراها تسبق، ربا هنا الهم تحرق مضجعي، والله تثقل كاهلي وتؤرق. تمضي الليالي بالعتاب لعله يحيي فؤاد.